مرحبا أعزائي المتابعين، شلونكم؟ اليوم راح أحكي على موضوع أيضاً مهم جداً مثل موضوع الليزر اللي حكي عليه قبله، بس هذا الموضوع هو على موضوع السبليمنتس، المكملات الغذائية اللي تشوفوها بالسوق واللي هسه هواية من الشباب يستعملوها على مود يسوون عضلاتهم. المهم يسوون عضلاتهم أو يستخدموها كمنشط لزيادة عضلاتهم أو على مود يظلون متنبهين. هذا الموضوع كلش خطر ومهم لازم تعرفون عليه، لأن هذا بيه تداعيات كلش هواية صحية على القلب، على الدماغ، على جهاز الدورة الدموية، وأيضا على العين. أنا إجاني مريض قبل يومين اتصور وشفته طلع عنده نزيف بالعينتين، فدازي المريض ما يعرفون شنو سبب النزيف. فاني لما فكرت انه هذا المرض يصير ويا مرض اسمه تيرسون سيندروم، هذا المرض يصير بسبب عاده مرات ناس يدخلون بالاي سي يو بسبب ضربه تصير من حادث سياره او شيء، ايضا ارتفاع ضغط الجسم. فظليت احاول اسئله، هاي الشغله مهمه. ليش انا قلت هاي مهمه؟ عبره للمرضى انتم المتابعين، وهمين عبره للاطباء انه يسالون المريض على اسباب ويحاولون يوصلون الى السبب الاساسي حدوث هذه المشكله. فسالته قلت له تاخذ منشطات، تاخذ ادويه ممنوعه، تاخذ اي شيء ممنوع؟ فقال لي لا دكتور. المهم أنا رحت على غير مريض رجعت، قال لي ها دكتور تذكرت أنا أخذ منشطات. فقلت له خلص هي هاي. طبعا اليوم سويت للعملية، حتشوفون جزء من العملية شون النزيف صاير بالسائل الزجاجي، صاير جوا السائل الزجاجي، وجاء همينة أيضا جوا الشبكية صاير. الحمد لله والشكر قدرنا نشيل الآيلن اللي هو جزء من الشبكية وطلعنا النزيف، وستشوفون همينة الفيديو. وأيضا طبعا قبل ما صار عنده النزيف هو صار عنده جلطة، لأنه هذا السبب اللي راح للآي سي يو، راح للعناية المركزة، لأن صارت عنده جلطة بالدماغ. هذا الدماغ هذا أصلا المكان هو المكان اللي مسؤول عن الرؤية البصرية جسم الإنسان. ليش؟ لأنه هنا تجي العصب البصري، تجي الفايبرز مالته، النور فايبر لاير تجي منه، بعدين كله ترجع لي ورا وانصاب أيضا هنا. فهو لما أخذ هاي المنشطات أو المكملات الغذائية السبلمنتس تحتوي، طبعا هو جاب ليها اليوم قبل العملية روانيها. أنا ما أحكي فقط على هذا النوعين، أحكي على عامة. فقبل ما تاخذون هاي الامور لازم انتم تسالون دكتور التغذيه مالتكم. دكتور التغذيه هو يقول لكم شنو الاشياء زين. انا هذا مو اختصاصي فما اقدر اجتهد بهاي الامور، انا وما دا اقصد هذا فقط. فاذا نشوف نجي هنا واحده من الاشياء، هذا فنيلفرين. فنيلفرين هذا شنو فنيلفرين؟ هذا هو الجسم اصلا مثل هرمون الجسم يفرزه بالحالات لما المريض او الشخص يتعرض الى نوع من انواع الخطوره يسموه فايت اور فلايت. فالنورابينفرين هذا لما يفرز بالجسم يخلي الانسان مثلا القزحيه تتوسع مالته، عضلاته تشد، ضغط دمه يرتفع، يصير قوي، يصير حدثه قوي على مود مثلا فريسه ما تفترسه. فهذا الفنيلفرين دي يجيبه من الخارج، هذا مو داخلي، فهذا زياده بالفنيلفرين داخل جسمه. فهذا شو يسوي الفنيلفرين؟ شو يسوي؟ يرفع ضغط الجسم. ضغط جسمه صعد تصور 180 18، وعلى ضوء هذا صار عنده جلطه بالدماغ، وعلى ضوء هذا صارت نزيف بالسائل الزجاجي وبالشبكية. والحمد لله والشكر اليوم سوينا العملية والعملية مالته نجحت. فلذلك شغلتين عبرتين للمرضى والمتابعين، أرجوكم لا تستخدمون أي سبلمنت أو أي شيء على مود تسوون عضلاتكم. تقدرون
تاكلون اللحم، البروتين، الدجاج، التغذية الصحيحة. زين، الشغلة الثانية الأطباء، مو أي مريض. أوكي نزيف، أنا كنت أقدر أسوي له العملية ويطلع زين وما أعرف شنو السبب، بس واحد لازم يعرف النغل من بزره والبير من حفره، لأن هاي بالأخير، لأنه شوفوا هاني لو مسوي له العملية ونجحت العملية وقام يباوع وتمام ودكتور زين وهاي، كان يجوز مات من جلطة قلبية لو أنا ما مكتشف إنه هذا هو السبب الأساسي للنزيف. فواحد لازم الهيستوري اند فيزيكال. ليش لما المريض يجي يسوي له هيستوري اند فيزيكال means we have to do the history first and then we do the physical part. So لازم تاريخ المريض، تاريخ المرض اولا، بعدين الفحص وبعدين العلاج. شكرا اعزائي على المتابعه، نورتوني وان شاء الله استفاديتوا من هذا الموضوع، وان شاء الله تكونون طيبين وبسلامه وخير. شكرا. دكتور حسن البحراني، المركز الامريكي للعيون والشبكيه اربيل.